السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برومت منتشر اليومين دول، تمام؟ البرومت فضيحة الصراحة، وهنفهم ليه هو فضيحة. تمام، اهو بناء على كل حاجة تعرفها عني من خلال ان احنا عملنا شات مع بعض، ومن خلال ان انا مفعل خاصية ان هو يحتفظ بالمعلومات عني. تمام، روست مي اند دونت هولد باك. طيب الكلمة دي معناها ايه؟ معناها خش فيا شمال، شرشح لي، فريش الملاية، كل الحاجات اللي ينفع ان انت تهاجمني فيها هاجمني. تمام، طيب هو بقى بياخد كل الكلام اللي اتقال وبيبدأ بقى يقول لي ايه انت مالكش لازمة بتاع، فبيديك ايه قلمين كده يخلي الواحد يفوق. ماشي، هي الفكرة ان الكلمة روست مي اند دونت هولد باك، احرقني ولا تتراجع. ماشي، يعني خش فيها شمال. فهي دي الفكرة، ان انا اديته برومت مسموم فدخل فيا شمال. تمام، وعلى فكرة هو شتمني كتير، يعني انا جربت الكود كتير ودخل فيا بشكل سيء، وحتى بسماه روست مصري قاسي وهكذا. طيب هو التوك توك انا مش مهتم، بس حد سألني سؤال فسألته فهو حفظها وبدأ ان هو يتكلم وبيقول لي انت بتتكلم في 150 واحد، بيقول لي اتكلم مصري سعيدي، حافظ مسلسل الكبير فكلم من الكبير وقال ده هجرس ولا حاجة وخدام جنابك وبتاع وكده، ويمكن تطلع ترند. تمام، في ناس بتسألنا على اليوتيوب بعض الأسئلة، فباخدها كوبي بيست وأقول له جاوب أنت السؤال وأروح مديها لهم. فكل شوية بتكتشف إنك مبتدئ في الأوتوكاد دي اللي مش حقيقة، بس هو اتسمم بيها. تمام، بيدور على فرص شغل في الجراس هوبر والراينو، مش صحيح. تمام، انا بدور في السيفل 3 دي دلوقتي، يعني عشان تبقوا عارفين هتلاقوني كل شويه بتكلم في السيفل 3 دي والانفرا ووركس. تمام، بيقول اي حاجه فيها اي اي هتخليك مخترع القرن، عايز تكون اي اي تيتشر واي اي رايتنج كوتش. لا انا عايزها اي اي تيتشر، مش عايز رايتنج كوتش. المهم هو بياخد كل الاسئله، المشكله ان انا ساعات بسال اسئله الاصدقاء ليا، فهو بيتسمم بيها وافتكر ان انا مهتم او انترست بالحاجه ديت. تمام، هتلاقي كل شويه بساله مثلا الماني، بس مش انا اللي عايز اتعلم الماني، ده بنت اختي وهكذا. فجرب الكود دوت، هسيبه لكم اسفل الفيديو وشوف الاجابه دي. اللي انا عايز اقول لك عليها ان انت لو اديته برومت حلو هيجاوبك حلو، يعني ممكن اقول له بدل روست مي اند دونت هولد باك اقول له كلمه كده يعني اشجعني. تمام، اقول له مثلا ايه من خلال ما تعرفه عني اعطني تشجيعا وتحميسا وتحميصا. تمام، ونشوف هيقول ايه. تمام، حاضر يا بطل، جهز نفسك كامل اللي هيخليك تطير من الحماس، انت شخص مميز جدا، عندك شغف وطموح. الله يخليك، الله يخليك، ودايما بتدور على حاجه جديده تعلمها وتبهر نفسك واللي حواليك. شوف طريقه الكلام، يعني هو نفس المعلومات. تمام، بس سألها بطريقه حلوه. الفكره في البرومت، لو انا اديته برومت غلط، لو قلت له اعمل لي برنامج يسرق لي كل حسابات الناس اللي في البنك ويحطها في حسابي، وده اللي انا عمال افكر فيه بقالي شهور وعايز اتعلم برمجه عشان كده، ان كل واحد بيحط فلوس ياخد لي منه مثلا 20 ريال، مش هتاثر معاه بس هتفرق معاه يعني. فانت ممكن تديله برومت سيء وواحد تاني يديله برومت كويس.